البرنامج برعاية بنك البركة الجزائر. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج مشاركة، البرنامج الذي يعنى بالقطاع المالي الإسلامي. معكم هاني نصر. البداية مع أبرز العناوين. المصارف الإسلامية في العراق تتجه لتبني برنامج لتحويل الفقراء إلى منتجين. لجنة الصرف الإسلامية في الإمارات تقترح إنشاء وحدة حوكمة متوافقة مع الشريعة. والأردن يعتزم إصدار صكوك إسلامية قبل نهاية العام الحالي. مشاهدينا، تتجه المصارف الإسلامية العراقية نحو إقرار برنامج نموذجي يتضمن منح تسهيلات مصرفية للفقراء تمكنهم من الدخول إلى العملية الإنتاجية عبر توظيف السيولة التي يحصلون عليها في برامج عمل مجدية اقتصادياً. مبادرة إن تم تطبيقها على أرض الواقع ستمثل تجسيداً لمبادئ وروح المصرفية الإسلامية والمقاصد الإنسانية خلف ضوابط الاقتصاد الإسلامي، إذ أن عملية الربط بين مكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل للفقراء هي الحل الأمثل، مع ضرورة إيجاد فرص عمل ذاتية لاستخدام الطاقات البشرية للقضاء على استغلال المرابين للفقر، أي دمج هذه الشريحة المهمشة في كيان نموذجي مؤسسي من خلال إمدادها بتسهيلات مصرفية عبر اعتماد نظام الشمول المالي الذي يضمن شمول جميع أفراد المجتمع بالخدمات المصرفية وتوفير السيولة. جمعية المصارف الإسلامية العراقية تعمل على تفعيل مبادرة تحويل الفقراء إلى منتجين عبر الدعوة إلى تفعيل صناديق الاستثمار الإسلامية لأهميتها في تنويع استثمارات صغار المستثمرين ومساعدتهم على تحقيق التنمية المستدامة. كما أعدت الجمعية التي تضم 10 مصارف أعدت وثيقة لطرحها خلال مؤتمر مرتقب تطالب بتبني ثقافة التمييز المهني، إذ يجب على المصارف الإسلامية أن تستثمر في المورد البشري سواء في الموظفين أو الأنظمة، وتقويم الموظفين وتطويرهم، وتأسيس معاهد خاصة للتدريب على الخدمات المصرفية الإسلامية طالما أنها ومنتجاتها أصبحت العمود الفقري لإصلاح الأنظمة الاقتصادية. ويدعو خبراء في الصيرفة الإسلامية إلى ضرورة تشجيع المصارف الإسلامية في العراق لتأسيس سوق بيني وتطويرها وتأمين آلية ملائمة تسهل إدارة السيولة، إذ أن من أبرز التحديات التي تواجهها هو عدم توافر السيولة لحظة الحاجة إليها، وفي حال وجود فوائد في السيولة يمكن استخدامها لتمويل الاستثمارات والمشاريع. ومتابعة لهذا الموضوع مشاهدينا، ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ علي حمودي الرئيس التنفيذي لشركة أداء للخدمات المالية. أستاذ حمودي أهلا ومرحبا بك. أيضا المصارف الإسلامية في العراق تتبنى برنامجا لتحويل الفقراء إلى منتجين، يعني هذا الأمر ليس بهذه السهولة، كيف يمكن لمصارف إسلامية أن تلعب هذا الدور؟ يعني هو الأجدر بها حقيقة المصارف الإسلامية والغير إسلامية أن يعني تنهج هذا النهج، بتكون لها دور فعال في المجتمع، ألا وهو وكما معروف المثل الصيني، إذا وجدت جائعا جنب النهر لا تعطيه سمكا ولكن على علمه كيف يصطاد. فحبذا أن الفقراء الذين هم الآن باتوا إذا كان في العراق أو في غيره يشكلوا نسبة يعني لا يستهان بها للأسف الشديد في من مكونة المجتمع، أن يجدوا من يعولهم، وأحسن من يعولهم هم نفسهم، فعلى هذه البنوك أن يعني تستثمر فيهم. ففي النهاية الدولة أيضا هي حتستفيد، لأن
أنت لما تكون عنصر منتج في المجتمع حيكون عليك التزامات، منها ضرائب، منها أذر أشياء أخرى، من تكاليف تعود على خزينة الدولة، وأنت كمصرف أيضا حتكون مشارك لهذا المشروع، فهناك فائدة تجارية أيضا. لكن أيضا المصارف عندما تقوم بمثل هذه المشاريع لا تقوم لسواد عيون المجتمع، تريد أن تحقق ربحا من خلالها. بالتأكيد، وهذا ما ذكرته، يعني عندما تدخل معه كشريك، وهذه على فكرة ليست يعني نظرية غريبة أو بعيدة عن المعاملات المالية والمصرفية. يعني في شيء احنا ربما ذكرناه في السابق اللي هو الفنتشر كابيتال أو رأس المال الاستثماري، وهذا معروف جدا في الأسواق المتقدمة. يعني عندما يقوم بعض المستثمرين الذين لديهم المال يستثمروا هذا المال بمن لديه المهارة أو لديه الفكرة، فيدخل معه شريك بفكرته أو بمنتجه، لأن هذا الشخص الثاني يحتاج إلى التمويل، فالتمويل موجود عند صاحب الثروة، خلينا نسميهم البنك هو الآن، والفكرة أو النية في العمل تكون عند الجهة الثانية، فيدخلوا مع البعض شركاء. إذا هناك تحديات بشكل عام تواجه العمل المصرفي الإسلامي في العالم العربي والعراق حسب الخبر، كيف يمكن أن نقيم هذه التحديات؟ كما أسلفنا أنه الثقافة يجب أن تتغير، الكوادر كما أنت تفضلت يجب أن أيضا أن تتحسن، ووضع برامج أولا لتشجيع الذين أغلب هؤلاء الفقراء مروا ربما بظروف ليصلوا إلى ما وصلوا إليه، إذا يحتاجون إلى تدريب عليهم أن يكون هناك برامج لتدريبهم، أو إذا كان هو لديهم مهارة في مجال ما معين يجب أن يستغل، ويكون هناك له التمويل الكافي ليستغل هذه المهارة، فمن ثم يعود الخير على نفسه ومن ثم على البنك والدولة أيضا. تبني المصارف الإسلامية في العراق برنامج لتحويل الفقراء إلى منتجين، يعني هناك توجه لدعم هؤلاء الفقراء، هذا الأمر يتطلب أيضا توفر بعض العوامل الأخرى، منها توفر الأمن في البلاد. في بلد كهذا كيف سوف تضمن هذه المصارف أموالها على كل حال؟ يعني هي في النهاية يجب أن يكون، لذلك الدولة يجب أن تكون أيضا عضو فعال في هذه المنظومة، يجب أن يكون مثل شبه جارانتور أو شبه ضامن لهذه العملية، وذلك ليشجع هذه المصارف، لأن في النهاية المستفيد هي الدولة، هذا الشخص الفقير الذي هو عالة على الدولة وأكيد يصرف له إعانات ضمان اجتماعي، إذا أصبح عضو فعال ومنتج الدولة ستستفيد، هناك ضرائب، هناك مصاريف أخرى سوف يدفعها هذا الشخص المنتج لتعود مرة ثانية إلى خزينة الدولة. السيد علي حمودي الرئيس التنفيذي لشركة أداء للخدمات المالية، شكرا جزيلا لك. تقدمت لجنة الصرافة الإسلامية التابعة لاتحاد المصارف الإماراتي بمقترح يتلخص في إنشاء وحدة الحوكمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي من شأنها تعزيز البنية التنظيمية للصرافة الإسلامية. تهدف هذه المبادرة إلى وضع الإرشادات والتوجيهات والسياسات التي يمكن تطبيقها على جميع أنواع المؤسسات المالية الإسلامية. جاء ذلك على هامش إصدار الاتحاد تقريره السنوي للعام 2014، والذي يستعرض إنجازات الاتحاد وأهم الأنشطة التي قام بها على مدى عام كامل. تأتي الإمارات ضمن 7 دول تمتلك قرابة 650 مليار دولار وتستحوذ على 80% من أصول الصرافة في العالم، هي والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وتركيا، مع توقع نمو تلك الأصول بمعدل لا يقل عن 19% على أساس سنوي، وفقا لتقرير للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2005
2015، وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبد الله محمد العور إن التكامل والتنافس معا ضروريان لإنجاح مبادرة الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن التنافس الحقيقي الذي تطلع إليه هي المبادرة والريادة لتحقيق منظومة جيدة للاقتصاد الإسلامي حصرا. حدد مصرف أبو ظبي الإسلامي مراحل الاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال اعتبارا من 23 من أغسطس وحتى 10 من سبتمبر 2015، وبين أنه يمكن للمساهمين الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال من خلال 40 فرعا تابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي. كانت عمومية المصرف قد وافقت في يونيو الماضي على زيادة رأس ماله بمقدار 504 ملايين درهم من خلال طرح تقريبا 168 مليون سهم جديد للاكتتاب، وذلك للمساهمين المؤهلين. في الأردن تبدأ وزارة المالية بالتعامل رسميا بالصكوك الإسلامية قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد استكمال المتطلبات اللازمة وعلى رأسها إنشاء شركة حكومية لإدارة هذه السندات. أواخر العام الحالي موعد رسمي لبدء التعامل بالصكوك الإسلامية في الأردن بإشراف وزارة المالية. هذه الصكوك ستتاح في بادئ الأمر للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية للمشاركة فيها، بينما ستتاح للأفراد والمستثمرين في وقت لاحق، وذلك حسب الأمين العام لوزارة المالية الذي أوضح كذلك أن الدفعة الأولى من الصكوك المرجح طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري تقدر بنحو 200 مليون دولار. ومن المتوقع أن تستخدم الصكوك في استيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية في الأردن والتي تبلغ نحو ملياري دولار، كما سيساعد الإصدار على تعميق سوق رأس المال الأردني ويقدم بديلاً لأذون الخزانة كأداة استثمار للمصارف الإسلامية. وقد اختار الأردن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ذراع البنك الإسلامي للتنمية في جدة، وذلك لدعم الإصدار، وتقدم المؤسسة الدعم الفني للمعاملات لإصدار المحلي للصكوك الأردنية المقومة بالدينار. ورغم ارتفاع الدين العام إلى مستوى 30 مليار دولار تعادل نحو 76.6% من إجمالي الناتج المحلي، تسعى المملكة إلى تنويع أدوات الاستدانة في وقت تتزايد التحديات المالية والاجتماعية. ومن المنتظر أن تسجل مديونية الأردن ارتفاعا كبيرا خلال العام 2015 بسبب الفوائد واتجاه الحكومة إلى مزيد من الاقتراض الخارجي. وفي نفس الوقت ارتفعت فاتورة الطاقة السنوية إلى نحو 6 مليارات و500 مليون دولار، وهو ما زاد حجم الأعباء الاقتصادية بحسب وزارة المالية، إضافة إلى الآثار الناتجة عن أزمة اللاجئين السوريين. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ يوسف محمد ضمرة، مدير تحرير الدائرة الاقتصادية في جريدة الغد الأردنية. أستاذ يوسف أهلا ومرحبا بك. إذن هل استكملت المتطلبات اللازمة لإصدار هذه السندات الإسلامية؟ بالنسبة للصكوك الإسلامية، الأردن أكمل كافة المنظومة التشريعية اللازمة، سواء كان قانون الصكوك ذاته أو بالنسبة للتعليمات الناظمة لعملية إصدار الصكوك، والبيئة التشريعية باتت مهيئة لقيام الحكومة بإصدار ذلك. وقد كان العام الماضي طبعا هنالك رغبة حكومية، ولكن كان القانون ينص على أن قانون الموازنة للعام الحالي 2015 ينبغي أن يتضمن بند في موازنة التمويل ذلك، وفعلا تم وضع قانون الموازنة العامة للدولة الأردنية متضمنا إصدارات بقيمة 500 مليون دينار أردني، أي ما يعادل تقريبا 700 مليون دولار لإصدار صكوك إسلامية. وربما أن النية تتجه خلال الأيام أو خلال الأشهر المقبلة ستكون من خلال الإيجارة، صكوك الإيجارة من خلال بعض المباني التي سيتم التصكيك بها. يعني بس للتوضيح، ما هو الحجم الإجمالي لهذه الصكوك؟ يعني 500 مليون دينار أردني، أي ما يعادل تقريبا 700 مليون دولار أو أكثر قليلا. وإلى أين سوف تذهب؟ بماذا سوف يستفاد منها؟
طبعا لا يعني ستستخدم الحكومة طبعا في الأغلب كنفقات رأسمالية وتغطية نفقات جارية أو وغيرها من هذه الأموال، لكن في خصوصا أن هنالك جزء من الأصول موجودة لدى الحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتتجه لعملية إصدار صكوك إسلامية. أما يوجد جزء آخر ربما سيكون في هذه الفترة المقبلة بمشاريع لم تنشأ بعد نهائيا، وإنما هي يعني في طور الدراسات والبحث، وبالتالي إن تمت دراسة الجدوى وخرجت بنتائج جيدة ستمر هذه إلى هيئة الأوراق المالية، ومن ثم يتم إصدار صكوك إسلامية بها. يعني يعتمد على دراسة الجدوى وما ستعج عنه. نعم أستاذ يوسف، هناك ارتفاع للدين العام في الأردن بمستوى تقريبا لمستوى 30 مليار دولار، حوالي 76% من الناتج إجمالي الناتج المحلي. فضلا عن ذلك تحديات اجتماعية ومالية كبرى تواجهها أو يواجهها الأردن. لماذا اللجوء إلى المزيد من الاستدانة؟ أكيد ما دامت الأمور تسير في إطار أن نسبة الإيرادات لا تغطي كامل النفقات في الأردن ستضطر حكما الحكومة لتغطية هذا المبلغ إما ببيع أصول كعمليات الخصخصة التي تمت خلال العقدين الماضيين أو من خلال الاقتراض. في ضوء المعطيات الحالية تم الاقتراض من خلال إصدار سندات حكومية سواء داخليا أو خارجيا، كما كان هنالك في الشهر الماضي عندما تمت كفالة الولايات المتحدة للأردن إصدار سندات بنحو 2 مليار دولار، وتتم هذه العمليات لتغطية العجز في الموازنة. الأردن يعاني من ضغوط جراء تدفق أكثر من 1.7 مليون نسمة على أراضيه من قبل الأخوة السوريين، وهذه هنالك يحتاج لتمويل عمليات الصحة والتعليم وغيرها، وبالتالي هذه القطاعات بحاجة إلى إنفاق أكثر. الأردن أعلن أكثر من مرة عن خطة استجابة وبانتظار الدعم الدولي لهذه الخطة، ولكن كل ما أعلن عنه لم يأتي منه إلا 26 أو 25% من المبلغ الذي طلبه الأردن وقدره لهذا العام وحده. خلال السنوات الماضية أيضا كانت المبالغ هنالك متواضعة، وبالتالي ارتفاع حجم الموازنة مرده في كثير من أحيان لضغوطات تعاني منها في قطاعي التعليم والصحة وغيرها. الأستاذ يوسف محمد ضمرة مدير تحرير الدائرة الاقتصادية في صحيفة الغد الأردنية ضيفنا من عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لاستكمال برنامج مشاركة، وسوف نعرج فيه على العناصر التي تمكن المصارف الإسلامية من بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي. هذا البرنامج برعاية بنك البركة الجزائر. هذا البرنامج برعاية بنك البركة الجزائر. أهلا بكم من جديد إلى برنامجنا. يؤكد الكثيرون من خبراء الاقتصاد الإسلامي أن النموذج الأمثل للنهوض بهذه الصناعة هو إيجاد منظومة يمكن من خلالها تعزيز التعاون وليس التنافس بين مراكز التمويل الإسلامي الكبرى في العالم. فما هي السبل مشاهدينا لتحقيق هذا التكامل؟ وهل هناك طرق معينة لمد جسور التكامل والتعاون مع مؤسسات مالية تقليدية؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من جدة الأستاذ الدكتور عدلي حماد خبير الصيرفة الإسلامية. دكتور حماد أهلا ومرحبا بك. إذن كيف يمكن أولا التوصل إلى تحقيق تكافل أمثل بين مؤسسات ومراكز التمويل الإسلامي؟ حقيقة يعني أشكركم على طرح مثل هذا الموضوع المتميز، حيث أن صناعة الصيرفة الإسلامية قد مر عليها ما يزيد عن 30 عام أو أكثر، ولا زالت تعاني من نوع من الشتات وعدم التكامل في هذه الصناعة، بالرغم أن التنافسية مطلوبة لأنها تخلق الإبداع وتخلق التميز في طرح المنتجات التمويلية، إلا أن التكامل يخدم الصناعة بشكل عام
ويرسخ جهودها في الاقتصاد الإسلامي. أولا، سبل خلق التكامل هي عبر المؤتمرات والملتقيات وتبادل الآراء والطروحات، وهذه تحدث ولكن حقيقة لا تثمر عنها أي نتائج عملية بعد نهاية المؤتمر. لا نجد مراكز بحثية تنشأ، لا نجد معاهد مصرفية إسلامية تنشأ، لا نجد بحوث تتبناها هذه البنوك وتنفق عليها مثلا بالاشتراك مع الجامعات أو مراكز البحثية الإسلامية المتخصصة. كل هذه المنتجات المتكاملية لم نراها حتى الآن على أرض الواقع. لمن الملامة هنا في هذا الإطار؟ أرى أن الملامة حقيقة تعود إلى المصارف الإسلامية التي تعني بالحفاظ على منافستها أو تنافسيتها من خلال أنها تريد أن يكون لديها هيئة شرعية تفتي لها أو تجيز لها بعض المنتجات الإسلامية فتحافظ على سرية هذه المعلومات ولا تفصح للغير ما هي الأسس الشرعية التي بنيت هذه المنتجات عليها، وهل هذه المنتجات قابلة للتطوير وللتحسين أو تتعامل بشكل شفاف أكثر مع البنوك الأخرى بحجة والله أنا أريد أن أكون صاحب تنافسية وأحافظ على سرية معلوماتي. في حقيقة أنا لا أتفق مع هذا، لأنه من كتم علما كما في الحديث المعروف من كتم علما، فهذا أنا أعتبره نوع من كتم العلم. ثانيا، أرى أنه لا يفيد الصناعة ككل، قد يفيدك في التميز في سنة أو سنتين لكن على المدى الطويل لا يفيد هذه الصناعة ولا يرسخها شرعيا، بل نجد دائما لازلنا أن نسمع انتقادات لبعض أنواع من المنتجات، نسمع بعض المنتجات تشكك فيها عبر المنتديات أو بعض المشايخ، لأن ليس لدينا صناعة تكاملية. في ماليزيا أراحوا أنفسهم، أصدروا مجموعة فتاوى من هيئة شرعية معتمدة في البلاد وما هي الأسس الشرعية التي تعمل عليها البنوك الإسلامية، ووضعوا لها القواعد الشرعية والمصرفية، فالكل علم بها والكل أصبح يتعامل معها بقبول. إطار سؤال أخير دكتور عدلي، ماذا عن موضوع التنافسية؟ هل المراكز التمويل الإسلامي في دول الخليج فعلا تقوم بهذا الإطار التنافس الصحيح أم أن الاحتكار هو الطاغي؟ والله ما أود كنت أستخدم هذه اللفظة، بس فعلا الاحتكار هو الطاغي. يعني لو تمعنا لوجدنا كما قلت لك في بداية حديثي الشح في نشر المعلومات، الشح في نشر القواعد الشرعية التي بنيت عليها بعض المنتجات. يعني لو أخذنا على سبيل المثال الصناديق الاستثمار الإسلامية، حسب نظام هيئة سوق المال يجب أن تنشر الفتاوى التي بنيت عليها أو أسست عليها الصناديق الإسلامية التي تطرح في المملكة. إذا تفحصت موقع أي صندوق إسلامي مطروح في المملكة العربية السعودية لا تجد هذه الفتوى، لا يفصح لك عن الأسس الشرعية التي تبنى عليها الصناديق أو تبنى عليها بعض المنتجات الإسلامية. هذا الشح في المعلومة هو للأسف لا يفسر إلا بالاحتكارية، أقرب منه إلى الرغبة في التنافسية. فالتنافس المحمود شيء والتنافس غير المحمود شيء آخر، وهو ما لا نوده. نعم، الدكتور عدلي حماد خبير الصرافة الإسلامية ضيفنا من جدة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وللمستمعين، السلام عليكم. وفي فقرة لمحة هذا الأسبوع مشاهدينا سنستعرض 10 مبادئ تمكن المصارف الإسلامية من بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي. هناك 10 مبادئ شرعية تمكن المصارف والمؤسسات الإسلامية لتؤدي دورا في الإصلاح الاقتصادي المنشود في بلدان العالم، تتمثل فيما يلي: القاعدة الإنتاجية وترشيدها للإقراضية، النقود رؤوس أموال يتجر بها لا فيها وما يترتب على ذلك من ربح أو خسارة أو عزم وغنم، والربح وقاية لرأس المال من الخسران، المحظورات والمأمورات في أعمال البنوك التقليدية تنقلب إلى معادلة صحيحة وشرعية في أعمال المصارف الإسلامية، تقوم على سلة العقود المشتقة من معانيها المتكاملة، تحفيز الادخار ابتداء كسلوك وترشيد الاستهلاك كسلوك انتهاء،
الرقابة الشرعية الفعالة هي التي تعبر تعبيرا صحيحا عن حركة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. العنصر البشري القوي الأمين، التمسك بالثوابت بأنواعها الاعتقادية والإيمانية والمعاملية والأخلاقية، والتعايش مع المتغيرات بضوابطها الشرعية. مباشرة التجارة والاستثمار كأساس للتنوع والتخصص والتنمية الحقيقية المستمرة. البنك الإسلامي مضارب ويضارب بالصيغ الشرعية المتعددة والمتنوعة. وبهذا مشاهدينا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشاركة، تحياتي وتحيات فريق العمل. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا تابعوا موقع CNBC عربية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم. هذا البرنامج برعاية بنك البركة الجزائر.